شهرزاد العوين مديرة المكتب المنظمة الدولية للهجرة بجرجيس. طبعا عند طلب السلطات الجهوية لتقديم المساهمة والمساعدة بخصوص قدوم 113 مهاجر عن طريق باخرة العسكرية، تنقلنا إلى الميناء وقدمنا ما يمكن توفيره للمهاجرين، خاصة على مستوى المساعدات الإنسانية، المشروبات، وتم نقلهم إلى مدينة المنظمة الدولية للهجرة بجرجيس، طبعا بالمساهمة والمساعدة مع زملائنا من الفوضى السامية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر. تم التنسيق ما بين المجموعات الثلاث لتقسيم العدد، وتم نقل مجموعة إلى مبيد المنظمة الدولية للهجرة ومجموعة أخرى لمبيد الفوضية السامية لشؤون اللاجئين. بطبيعة الحال حين وصولهم للمبيد تم تقديم كل المساعدات الصحية ومن قبل فريق المنظمة الدولية للهجرة، ويتم كذلك أخذ يعني التحاليل PCR للتأكد من سلامة الوافدين، وفي حين تأكد أنه هنالك يعني حالات إيجابية يتم نقلهم لمركز اللواء اللي وضعته على ذمتهم الدولة التونسية، يعني مركز اللواء الإجباري. فيما يتعلق بالمجموعة اللي ما زالت في البحر؟ بالنسبة للمجموعة طبعا ننتظر احنا طلب رسمي من السلطات الجهوية لتقديم المساهمة لتوفير المساعدات الإنسانية كذلك. نرجع لموضوع آخر للمهاجرين، حسب ما تحدثتي باتفاقية مع وزارة الصحة ينجموا يتمتعوا بالتلقيح. بالنسبة للمهاجرين طبعا حسب الأولويات التي ضمنتها وزارة الصحة، يستطيعوا التسجيل أول شيء على منظومة إيفاكس كونتين مثل التونسيين، وحسب الأولويات الموجودة على المنظومة يمكن تقديم التلقيح كبقية المواطنين التونسيين. عملية التسجيل كيفاش تتم، عن طريق منظمة الهجرة ولا كيفاش؟ عملية هي بطبيعة الحال كما مثل التونسيين الكل، هي عملية تلقائية من طرف المهاجرين أو التونسيين للتسجيل على المنظومة. احنا ان شاء الله باش نكون عندنا يعني مرحله توعيه و يعني ومساعده للمهاجرين على طريقه وكيفيه التسجيل في المنظومه، خاصه لغير حاملين لبطاقه تعريف وطنيه. فما شكون جاكم ويسال ويحب يسجل ويلقح؟ حاليا بطبيعه الحال هو الموضوع يعني كما يهم التونسيين كما يهم المهاجرين، الوضع الصحي وخاصه التطورات فالأخيرة يعني هناك طلب واهتمام من قبل المهاجرين، ولكن طبعا نحن في انتظار الأولويات اللي تقدمها وزارة